وفي الملف السوري، على ضوء الهدوء النسبي في مدينة الزبداني وبلدتي الفوعة وكفرية بعد الهدنة التي بدأت صباح الخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن حملت توصياته حول قرار المجلس تشكيل لجنة تحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع الدائري في سوريا. يأتي ذلك فيما كشف النقاب عن مباحثات روسية أمريكية جديدة لحل الأزمة السورية. وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي توضح توصيته حول التحقيق في هجمات بغازات سامة في سوريا ستجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال بان كي مون أن الهدف من التحقيق هو تحديد الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو شاركوا بطريقة ما في استخدام الأسلحة الكيماوية بما فيها غاز الكلور أو أي مواد سامة أخرى، مشيرا إلى أن نجاح أي تحقيق دولي جديد لمعرفة المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا سيتطلب تعاونا كاملا من الأطراف المتحاربة كافة. يأتي ذلك فيما كشف النقاب في روسيا عن مشاورات روسية أمريكية رفيعة المستوى حول تسوية الأزمة السورية، وذلك بالتزامن مع اتصالات مكثفة يقيمها الجانب الروسي مع أطياف المعارضة السورية. وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية أن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط التقى مايكل راتني المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا الذي يزور موسكو حاليا. ميدانيا لا زال الهدوء يسود مدينة الزبداني بريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفرية بريف إدلب لليوم الثاني بعد الهدنة التي بدأت صباح الخميس، لكن الاشتباكات بين الجيش والفصائل المسلحة لا تزال مستمرة في محاور أخرى من سوريا. فتجددت اشتباكات في ريف حلب الشمالي بين الفصائل المسلحة والجيش السوري، وفي سياق متصل استعاد الجيش السوري السيطرة على مبان في محيط المركز الثقافي لداريا في الغوطة الغربية لريف دمشق.